الشباب همة عالية وعندهم الاستعداد لتحرير تعز والانطلاقة إلى بقية محافظة الجمهورية إن شاء الله. من هنا التحرير من تعز، تحرير تعز ثم بقية المحافظات بإذن الله تعالى. والله نحن صامدون ومعنوياتنا مرتفعة لدحر هؤلاء الغزاة الذين أتون يعتدون على الحرث والنسل في محافظة تعز، وأنا مستعدون أن نردهم خائبون إلى معاقلهم في كهوف مران، ونحن نعرفهم حق المعرفة ونعرفهم ماذا يخدمون من أجل ذا، إنهم ينفذون أجهزة خارجية وعملاء الفرس وإيران. بأن نزحف ونتقدم وندحر هؤلاء الغزاة حتى نردهم إلى معاقلهم التي جاءوا منها. ودعينا للوقوف، والله كل ما جرحنا كل ما زادنا قوة وعزم وإصرار وردهم إلى ديور.